كريتي اسمعيني، لا تفهمي غلط، رح اشرح لك. شو بدك تشرح لي؟ ما في داعي لانه شفت كل شيء. لا كريتي، لا لا بس اسمعيني، خليك محلك ولا تحاول تقرب مني. كثير منيح انه اكتشفت الحقيقه قبل ما نبلش المراسم. اسمعي شيرلين، انت لا تتدخلي، ماني عم بحكي معك. لك ايه ماما، ايه ليكو هون. طيب رح نجي. شو امك شو بدها كريتيكا؟ ماما بدها نجتمع تحت، بدها تحكي بموضوع مهم قدام العيلة. شو قدام العيلة؟ يلا شو الموضوع؟ ناطرينكم. بس اسمعيني كريتي، كريتي استني شوي، لا تروحي بدون ما تعرفي، على القليل اعطيني فرصة لأشرح لك. كريتي بريدفي، بريدفي بريدفي بريدفي، قلي شو رح يصير هلا؟ رح يصير الشيء اللي كنا خايفين منه، وهلا ما في شيء رح يمنع من انه انا وياكي نفوت على السجن. نحن انكشفنا، راحت علي. يا ترى شو صاير حتى طلبت كارينا انه تجتمع العيلة كلها هون؟ اكيد في شيء مهم. ايه اكيد في شيء مهم ورح تعرفوه. عن مين؟ يعني شبكون ليش عم تطلعوا هيك فيني؟ بعد شوي رح تعرف كل شي صدقني. قوليلي شو اللي بدي اعرفه؟ اه مرت عمي سكوت، اصحك تقلي مرت عمي مرة تانية، لانه لسه ما صار شي رسمي بينك وبين بنتي. بريدفي بتحب انه تحكي انت ولا احكي انا وقلن عن حقيقتك؟ إذا صاروا انكشفنا وحسوا علينا ما لازم نعترف بشي، لأنه ما في دليل معهم وما حدا رح يقدر يمسك علينا أي شي. بتمنى يكون متذكر الشي اللي قاله ماما. ما رح يحكي شي،